السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة رحمة بربرة، نائبة عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية دار المراز ومديرة مختبر سلاش. أولا كنشكر إذاعة أصوات اللي تنقلت حتى لعندنا لكلية الأداب والعلوم الإنسانية باش تخلينا في تواصل مع المستمعين ومع كل المغاربة. احنا هنا في هاد 4 ايام كننظموا كلية الأداب والعلوم الإنسانية دار المراز، كتنظم مؤتمر عالمي هي النسخة الثالثة من الشبكة الدولية بوكلوند. النسخة الأولى كانت بفرنسا ببوردو بفرنسا 2019، والنسخة الثانية كانت بنيروبي 2021، والنسخة الثالثة هي بالمغرب بفاس. وهذا المؤتمر يندرج في سيرورة الأنشطة التي تنظمها كلية الأداب والعلوم الإنسانية دار المراز وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. اخترنا عنوان هذا المؤتمر هو الموسوم بالنقل اللغات والفنون والثقافات في قلب تحديات التنمية المستدامة، لأنه هو موضوع أفقي، ممكن أي باحث كان طالب جامعي أو كان أستاذ باحث أو كان متخصص أو كان ديداكتيسيان يمكنه أن يلقي ورقة بحثية في المجال، لأنه هو موضوع أفقي. وعندما نقول النقل بالفرنسية لا ترانسميسيون، إذن هو موضوع ممكن أننا نتحدث فيه بجميع اللغات. إذن من بين المحاور التي يتناولها هذا المؤتمر هي محاور عدة لا يمكنني أن أتلوها كلها، ولكن من بين المحاور هناك محور اللغات والثقافات في العالم، كاين محور النقل في الأسرة، النقل المرأة والنقل، كاين محور واحد اخر ديال الديداكتيك والنقل. هناك محاور عدة. اذا هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي يتضمن 150 ورقة بحثية، اذا هناك 150 ورقة بحثية غتكون لمدة 4 ايام، اليوم 22 و23 و24 و25 نوفمبر 2023. وهذا المؤتمر جاءت لهذا المؤتمر والتي زعما شخصيات وازنه علميه وازنه من اساتذه ودكاتره وممثلين من جل بلدان العالم ومن القارات. معنا باحث من استراليا، معنا باحثه من اليابان، معنا باحثين من الاردن، من فلسطين، من لبنان، من دول اوروبيه، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، معنا اساتذه باحثين كذلك من كندا، من جميع تقريبا القارات، ما نقولش البلدان ولكن غنقول القارات. وكذلك واللي هو كنفتخر به وكنفتخروا به كلجنه منظمه هذا المؤتمر هو الحضور ديال الجامعات المغربيه، الجامعات المغربيه كلها حاضره في هذا المؤتمر، حاضره باطورها البحثيه وباطورها كاساتذه، وحاضره كذلك بالدكاتره، بالطلبه الدكاتره. وهذا في الحقيقه يثلج صدر اللجنه المنظمه، لان عندنا 47 طالب باحث ستقدم ورقتها في خضم هذه الأيام. هذا المؤتمر يتسم كذلك بتنوعه من ناحية ورشة عمل، ومن ناحية المداخلات التي ستتم كما قلت، ومن ناحية الأساتذة الذين استضفناهم. هناك أستاذ من أستراليا، ولكن وأستاذ من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وأستاذة من بنو طفيل، وأستاذ من مونبولييه من فرنسا، هما دي كونفيرونسي برينسيبال. اذا نحن فرحون كذلك بهذه الايام المباركه، ونتمنى النجاح، وكلنا نعمل من اجل ان جامعه سيدي محمد بن عبد الله وكليه الاداب دار المراز تظهر في احلى وفي اجمل حله كذلك. كما قلت، هذا المؤتمر الموسوم بالنقل اللغات والفنون والثقافات في قلب تحديات التنميه المستدامه هو مؤتمر دولي عالمي، ولكن نجاحه هو نجاح اللجنة المنظمة. إذن أنا أشكر جزيل الشكر اللجنة المنظمة التي سهرت والتي عملت ليل نهار لكي يظهر هذا المؤتمر في أبهى حلته.
أود أن أشكر كثيرا زميلاتي وزملائي في المختبر، منهم الأستاذة سعاد العياشي، منهم الأستاذة حنان الخضار، منهم الأستاذة حنان مغراوي، أستاذ البعناني، أستاذة خديجة حصالة، الأساتذة كلهم. وأشكر كذلك طلبة، لأن الطلبة طلبة المختبر هم عملوا عمل جبار، وهذا العمل في الحقيقة الجميع يثني عليه، والمؤتمرين كلهم مؤتمروا هذا المؤتمر هم فرحون كذلك، لأنه مؤتمر ناجح على جميع الأصعدة. إذن ولا يفوتني إلا في كلمتي الأخيرة، ما يمكنليش نكمل بلا ما نشكر شركاء المؤتمر، لأن هذا المؤتمر عنده شركاء. كاينه جامعة سيدي محمد بن عبد الله التي رئيس الجامعة البروفيسور مصطفى الجعلي التي أشكره الذي أشكره جزيل الشكر، والأستاذ نائب الرئيس البروفيسور مصطفى الحضرامي على حضوره وعلى كل الدعم، وكذلك أشكر العميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالنيابة البروفيسور خالد الزعار على دعمه وعلى كل ما يفعله من أجل نجاح كل الأنشطة التي توجد بكلية الآداب والتي لها دائما صيت عالمي. شركاؤنا كما قلت هم شركاء كثر، ولكن أذكر منهم مجلس جهة فاس مكناس. أنا أشكر مجلس جهة فاس مكناس، هو المؤتمر عنده شركاء، وأشكر كل من دعم هذا المؤتمر من جهات إدارية بحثية علمية وطنية وكذلك دولية، وشكرا لكم. Donc je suis Jean-Philippe Zouobeau, enseignant chercheur à l'université Paris Cité et membre fondateur du réseau international Pokland. Et nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à Fès dans le cadre du 3e congrès du réseau Pokland. Alors le réseau Pokland est un réseau d'universitaires, de chercheurs et de praticiens qui réunit en fait tout ce beau monde autour des objectifs du développement durable. Comment utiliser les ressources linguistiques et culturelles pour améliorer les conditions de vie des populations? Voici un peu la pierre angulaire de nos activités au sein du réseau Pokland. Comme nous sommes des universitaires, nous sommes des praticiens, nous sommes des hommes de terrain aussi, donc nous travaillons à la fois dans les livres, avec les livres, nous produisons des publications, mais nous agissons aussi au cœur même de la société, au plus proche des populations, pour permettre à travers les langues et les cultures que ces personnes-là puissent avoir voix au chapitre, qu'elles puissent exprimer leurs besoins, se faire entendre. Et donc tous ceux qui sont réunis aujourd'hui dans le cadre du 3e congrès de Fès, donc parleront des problématiques des langues et des cultures. Et nous sommes très heureux de voir que la communauté du réseau Pokland s'agrandit avec de nombreux jeunes gens, des étudiants, et qui nous rejoignent au fur et à mesure et qui donc développent les ambitions du réseau. Et nous sommes très très heureux de ce développement-là et espérons une adhésion massive de plusieurs personnes qui partagent aussi les idéaux du réseau. Merci. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.